أعلنت حلبة البحرين الدولية عن نفاد جميع تذاكر المنصات لجائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 2024 في ظل الإقبال المتزايد من الجماهير ودعت حلبة البحرين الدولية الجماهير الراغبة في حضور الفعاليات الأكبر في المنطقة لزيارة مركز بيع التذاكر وحجز مقاعدهم وذلك لتذاكر عروض الضيافة فقط يأتي ذلك قبل أيام من انطلاق سباق الفورمولا 1 في 29 والعشرين من فبراير الجاري حتى الثاني من مارس المقبل السباق الذي يمثل الاحتفال بالذكرى العشرين لسباقات الفورميلا 1 في البحرين